أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. رسميا القوات البحرية تدشن أول غواصة مصرية حديثة. احتفلت القوات المسلحة بمراسم تدشين أول غواصة مصرية حديثة التي تم بناؤها بترسانة شركة تيسين جروب الألمانية، وتعد الغواصة بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التي تمس أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية. القوات المسلحة تتحدى الصعاب وتواصل التنمية بهضبة الجلالة. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شعارا للمرحلة الحالية، وهو تحدي التحدي، لاستكمال مشروعات التنمية التي تنفذها الإدارة الهندسية للقوات المسلحة في عدة مناطق متفرقة بأرجاء الجمهورية. ويأتي ذلك في إطار خطط شاملة مدروسة لدعم قدرات الدولة على النهوض وتطوير الاقتصاد ورفع معدلات النمو لوضع مصر على طريق نهضتها الحقيقية وتوفير ملايين فرص العمل للشباب المصري وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. الداخلية تهيب بالمواطنين المرخص لهم إحراز أسلحة سرعة إنهاء إجراءات التدريب. أهبت وزارة الداخلية بالمواطنين المرخص لهم حمل وإحراز أسلحة نارية التوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة التابعين لها لإنهاء إجراءات التجديد السنوي خلال شهر ديسمبر الجاري، ذلك وفق القواعد القانونية المنظمة. يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بشأن تيسير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين. النقل توقع عقدا مع سيمنز لتحديث نظم الإشارات في السكة الحديد. شهد الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل توقيع عقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سيمنز الألمانية في إطار خطة الحكومة لتطوير البنية الأساسية لمرفق السكة الحديد وزيادة عوامل الأمان لمسيرة القطارات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. رياضيا، أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي ينتقد تصريحات ترامب ضد المسلمين. انتقد أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي بشدة التصريحات التي أدلى بها المرشح الرئاسي الجمهوري الأمريكي المحتمل دونالد ترامب، التي طالب فيها بحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما ندد بشدة بأعمال العنف التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن العنف يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامية وأن أولئك الإرهابيين هم قتلة ومنحرفون عن الإسلام الحق. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.